الأمر الثالث كونها سيدة نساء العالمين من الأولين والآخرين. فهل ممكن أن تكون أعظم من هذا الحديث؟ شنو سيدة نساء العالمين؟ هذا قليل في حقها. سيدة نساء أهل الجنة. سيدة نساء العالمين أقل قدرا من كونها سيدة نساء أهل سيدة نساء أهل الجنة، أعلى مقام. يعني المرأة الأولى في الوجود هي فاطمة ابنة محمد. وهناك أربع نسوة مذكورات في التاريخ: لقد كمل من الرجال كثير، قول رسول الله، وما كمل من النساء إلا أربع: آسيا ابنة مزاحم، ومريم ابنة عمران، وخديجة ابنة خويلد، وفاطمة ابنة محمد. خير النساء لأربع أنوارها، شعت على الدنيا فضاء نهارها، لكن فاطمة البتولة وخيرها، إن قلت حواء قلت فاطم فخرها، أو قلت مريم قلت فاطم أفضله. ما مريم العذراء ورب المسجد إلا كترب في قبال العسجد، هذه التي نالت صفات السؤدد. أفهل لفاطمة والد كمحمد، أم هل لفاطمة مثل، أم هل لمريم مثل فاطمة أشبل؟